اضرار، واش غادي نقول اضرار؟ هي كثيره الاضرار. اضرار اولا، الناس ما بقاش لقات فين تبلاصي، كاينش فين بلاصي، والناس كلها هربات على هذا. المهم فين كاين هاد اشغال التراماي، كلها الناس كتهرب، كيمشيو من الشوارع وحدين اخرين وكيتجنبوا هاد البلاصه هادي ديال القطاع ديال الانوار. والمشكل الثاني اش غادي نقول لك؟ المشكل الثاني كيمشي دابا يحفروا اليوم ويمشاو ويخلوا الحفره واحد يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام، ويقدر كاع الاسبوع ما تخرجوا. دابا تلقاو هايا الزبل هنايا مخلينه والحافر مخلينهم هنايا، كيمشيو 15 يوم 10 ايام عاد كيجيو عاد يكملوا الاشغال ديالهم. المهم هاد الناس الله يهديهم. ما بقاش نهائيا اختي، اش غادي نقول لك؟ المدخول كانت واحد تقريبا نقول المحل نقص واحد 90% ديال هادشي المدخول ديالو، 90% ديال المدخول باش نقص. باش الاشغال ديال الترامواي. والله الا 90% تقريبا نهار بداو الترامواي سدوا هاد الشارع هذا. بالنسبه لهاد الترام اللي داروا دابا، الطريق اللي دازت لينا حنا تكرفصنا بزاف، ولا عندنا مشكل الكليه ما بقاش كيصيف فين يوقف، لا منين يدوز لا والو، تقطعت علينا الطريق. حنا وحنا ما بقيناش عرفنا شنو غنديروا، وحنا لا عندنا مصاريف، عندنا مشاكل كرا، عندنا وليدات كيقراو، ما عرفناش شنو الحل دابا. ولا انا كيتسني دابا كريديات، عندي مشاكل كثيره دابا ديال الكريديات، كيفاش غادي ندير؟ ما عرفتش واش غادي نسد، واش غادي نهرب، واش غادي، ما عرفتش. ماشي قل اكثر من 95%، هذه باش قل يعني ما بقاش عندنا حنا الان. جيتو في هذا الوقت وقت الخدمه، انا دابا غير جالس، انت كتشوفي دابا غنشوف الخدمه كيفاش دايره. تجيبوا جوج كيلو ديال السردين كضال عليه من النهار كامل، اش غنديو فيها؟ 40 درهم في النهار، 30 درهم لمن غادي تعطيها لولادك تاكلها انت؟ ما عرفتش الضو، ما عرفتش كيفاش غادي دير ليها. وحنا ما حاولتش نتوما حتى لو غنديروا شكايه؟ لمن غنديروا شكايه اختي؟ ما عرفناش لمن غنديروا شكايه. وحتى لو تشكي حنا عيا قادوز دابا، داروه قدامي دابا الريحه ديال القوات قتلتنا حنا هنايا، وعينا ما نشكيو ونقولوا الناس اللي هما تيجيو كيقول لك مسؤولين وهذه، حتى واحد ما رد علينا كاع، كيقول لك ما عندنا ما نديروا، الدوله هذه ما عندنا ما نديروا. لي بروبليم اللي كاينين في هاد الاشغال هادو هما بالنسبه للي بيون، لي بيون بالنسبه للتروطوار ما بقاش 30 سنتيمتر، حيت كاين لي زاطيراس ديال القهاوي وداك الشيء، ما بقاوش الناس من تيدوزوا، الناس اللي هما في لياقه بدنيه مزيانه، اما الناس اللي هما اونديكاب ولا ما تيشوفش ولا هادي، راه كاين مشكل كبير، يعني ما لاقيش منين يدوز، حيت ما كاينش واحد ديسباس اللي بقى لي بيون. هاد هما لي بروبليم اللي تيبان لي الامور غادي تكون مزيانه فهاد الفترة هادي. أنايا بالنسبة لي، أنا الصديق ديالي هذا فهمتيني، بالنسبة لي تتبان لي قضية تكون شوية، حيت ما تلقاوش الناس منين يدوزوا، هادي راه مسألة عادية، حيت كاين الأشغال. أما قبل من الأشغال كانت الحركة شوية زايدة، بحال واحد 70%، دابا نقصت 50% 40% ضروري مع الأشغال، ولكن الإنسان خصو يتحملها، حيت الحاجة اللي في مصلحة الصالح العام مزيانة. انا تنهضر المشكل الرئيسي عندي انايا هو لي بيون، لي بيون اش غادي يديروا معاهم؟ الناس اللي محتله الملك العام ما مخلياش عباد الله حتى 30 سنتيمتر من يدوزوا، هذا هو البروبليم الكبير بالنسبه لي انا كمواطن، حيت تنفكرش انا نفسي انني في لياقه بدنيه، تنشوف الناس اللي كبر مني وتنشوف والدينا هما الاولين، ونشوفوا الناس اقرباء ديالنا، وتنشوفوا الناس كام يعني كفاءه عامه، ان خص انسان يقامين. واحد السيمانه قالك تسناو ان شاء الله دي يكون الامور ديالنا، وحنا تنتسناو مع الله فوق الله وصافي، هو الصبر واش غديو؟ ما عندنا ما نديرو، دير الله محمد رسول الله وصافي، وما غاتكر في صاص كفي سامعك ما دير الصبر، وما غا بداو ولكن الناس غادك شي من عندهم هما، حتى شوف حتى واحد ما تيهضرش تيقول شي حاجه، كلشي دابا اللي هذا كلشي ساكت، كلشي لابد، او اللي جات يقول دعيناهم الله تتكال في ساسة اللي ما يزيد بغوص وما صاف لا والو، هادشي ما كاينش والو نهائيا، هادشي ما كاينش نهائيا كاع، ما قالوا لنا حتى شي حاجه، وبداو الغبره تكرفيس الغبره، ايوا سير على الله صافي. الله يسلمك. درب السلطان شارع الفيدا كنعانيو من هذا المشكل ديال الترافو هنايا بزاف، عندنا الحفاري بزاف، الناس كيطيحوا بزاف، كثرة الزبل، الكاميون مابقاش كيدخل هنا، الزبل مابقاش كيدخل، الكاميون ديال الزبل كنشمو ديك الريحة، كنطلعوا لديورنا بهذا التراب هذا، ولينا هنا حاليا كندوشوا جوج مرات في النهار، ثلاثة المرات في النهار، دونك حنا كنطالبوا المسؤولين وداك الشيء باش يقادوا هذا الشيء في أسرع وقت بزاف،
الناس هي خدامين ماشي ما خدامينش، ولكن حنا كنعانيو. ولا جيتي تشوفي انت الدورين الناس كيمشيو هكا فهاد الطراب هذا بحال هكا، وهاد الكياس هكا، هاد الحمري كنطلعوا حتى لديورنا كيوليو والدينا كيقول لك حط صباطك وطلع، الدراري الصغار كيلعبوا فيه كلشي كيتوسخ. هنا الطريق ديال المدرسه، هنا الطريق ديال الخدمه ديال الناس بزاف. شحال من واحد دابا اللي غيحطوا الطوبيس ولا غيحطوا الحافله كيمشي حتى ليه كيضرب شي دوره كبيره. حنا هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في هاد شارع الفايده. هما المحلات ولا هذا القهوي ما بقيناش كنريحوا هنا دابا حتى في القهوي، كتجبد تريح مع القهوه كتريح قهوه كتشبع التراب. راه هنا الاغلبيه غادي يسد كل شيء هنايا، ما بقاش هنا بحال قلتي هنا تقطع العيش هنايا. هنا ماتت الحركه، ماتت هي مع الخدمه ديال التراب. غادي نتسناو ولكن شحال كنا نتسناو، علاش غنوكلوا لولادنا؟ اش غياكلوا هاد الناس؟ اش غيديروا هاد الشيء؟ هي راه هاد الشيء غيساعدنا، ولكن راه كاينه اضرار ديالو اكثر ما كاينه الايجابيات ديالو.